السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين والمشاهدات دياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا على خير وبخير وشي صحة جيدة ان شاء الله يا ربي. يلقاكم هذا الفيديو بالصحة والسلامة. هذا النهار غادي ندير واحد الملاوي عامرين، ونتمنى ان شاء الله يعجبوكم ونتمنى تجربوهم. ومرحبا بكم معنا ومرحبا بالناس اللي جاوني جداد. غادي ندير واحد الملاوي عامرين بالحوت والفلفل والفرماج. بسم الله. هانتوما عندي معلقه سنيده صغيره، واحد شويه ديال الملحه، وعندي واحد المعلقه ديال الخميره ديال الخبز، راني درت عليها الماء باش تفاعل لي. بسم الله. وعندي الفارينه، ها نتوما كيما تشوفوا. بسم الله. الملحه وسنيده وهذيك الخميره. واللي ما بغاتش دير الخميره ديرو غير بحال المسمن عادي، راه كيجي زوين ويجي بنين. بسم الله. راه كيجي واحد المسمن اللي هو زوين، وغادي تورقوه بالزبده والزيت. اخواتاتي ها العجينه ديالي راني خليتها، ها نتوما تشوفوا دلكتها وخليتها ارتاحت واحد شويه، ها شوفوا. ودابا راني غادي نديرها بحال هكا، ها نتوما، وانتوما ديروا على قياسكم، والحشوه غادي عاد نشاركها معاكم. وانتوما داكشي ديال باش غتعمروا داكشي اختياري اللي بغيتو، انتوما بغيتو الكفته، بغيتو المهم اللي بغيتو. ودابا غندير لها كامل، غنحطو بحال هكا، ها نتوما كما تشوفوا بحال مسمنات مربعين هكا صغيورين، على حقاش انا غادي نديرهم مربعين. تنسالي ونعاودو نتلاقاو. العجينة ديالي ها هي جمعتها كما تشوفوا، ودابا غادي نديرها فوق سطح العمل وغادي ندلكها واحد الشويه. ها نتوما راه غير كتخلي واحد الشويه كتسيخ العجينه، واخا ما دلكتوهاش غطيو عليها وخليوها واحد الشويه ترتاح، كتلقاوها يا مرطابت ديك الساعه ملي كتكون مرخيه في السك دلكوها. هندلكها واحد الشويه هكا، راه ما كندلكهاش بزاف، ونخليها ترتاح وديك الساعتين كنجبدها. ونعاودو نتلاقاو. هانتوما خواتاتي، هاني درت هذيك العجينه ديالي كما تشوفوا، درت لها الزيت وغطيتها بهاد البلاستيكه هذه باش ترخالي. هانتوما كيما تشوفوا، وهنا راني دايره الزبده والزيت. هانتوما غطيت عليها غير واحد الشويه بين ما طرخاتي، على حقاش راه شويه مازال ما بردش الحال، ني شرمه ما غاديش في الساعه دير، راه في الساعه غادي تسيخ لكم، ما غاديش تطول. هانتوما الزبده راني ما كندوبهاش، غير كنديرها في الزيت وكنبقى نحكها بحال هكا كدوب. هانتوما كما تشوفوا راه عاد باقيه شاده راسها، مازال ما طابتش نيشان، انا كنتحاول معاها. العجينه راكو عارفين ملي كتخليوها تسيخ مزيان على خاطرها تجي طوع لكم، راه ما كتقطع ما والو. انا راني ما خليتهاش تطول غير واحد الشويه، على حقاش راه باغي توصل عليا الوحده باش نمشي نجيب الدراري ديال المدرسه، ما عنديش الوقت. وسمحوا لنا الا درنا معكم شي غلط، على حقاش راه الواحد شي مرات كيكون معصب حتى الهضره كتلفلو، راكو عارفين
على الدراري الصغار وداك الشي بنادم راه ما كي شي مرات كيكون معصب الهضره راه كتلف له الذاكره كتكون على قد الحال. هانتو دابا غادي نديرو كامل بحال هكا، غادي نبقى غير نصاوب ونحط تالت تالي ونوري لكم كي غادي نديرلو. صافا حيدي صافا، ها هي حدايا حتى هي تقرص واحد المسمنه ديالها. عييت كنجري عليها قالت لك حتى انا عطيني مسمنتي نصاوبها، وهاني عرضت لها المسمن، ها هي المسمنه ديالها قال لك وراها كتصاوبها، وراها غيزيد الماء زيد الدقيق حتى ردتها عجينه جاريه. ما كيديروش بالماء، ما كيديروش بالماء، واه تغسلي يديك، غسلي يديك وتولي تعجني. هانتوما غير بحال هكا كيما درت الاولى، غادي ندير الجوج. يبحال هكا ونحط تنسى عليه كامل ونعاودو نتلاقاو. هانتوما خواتاتي دابا غادي ندوزو للحشوه، عندي الفرماش وعندي الفلفل، ها هو طايب الفلفل بوحدو، غير الفلفل اللي كتاكلوه وصافي، وداك الشيء نتاع التعميره باش ما بغيتو تعمروا اللي بغيتو نتوما، ماشي ضروري هذا الشيء، المهم اللي بغا يدير الكفته ولا الدجاج ولا المهم اللي بغيتو. عندي هذا الفرماج ديال بيتزا، وعندي هذا الحوت هذا هانتوما كما تشوفوا، انا اللي بغيت نعمر بهم، انا غادي نعمر بهادو وانتوما داك الشيء اختياري اللي بغيتو. هنا هاد الحوت راه موجود بصح المغرب ما نعرفوش عندهم هاد الحوت ولا ما عندهمش، ما الله اعلم، انا ما كنعمرش المغرب بزاف ما مش عارف. بسم الله، وراه كيجي واحد المسمن تبارك الله، واحد الملاوي زوينين. بسم الله، هندير بحال هكا، ندير واحد شويه ديال الفلفل وغادي ندير الفرماج بحال هكا، راه غادي يجي زوين زوين بزاف، غير جربوه ان شاء الله راه غادي يعجبكم بحال هكا. ودابا غادي نبقى نحطو في الصينيه ديال الفراد، غير اللي صاوبتها غادي نحطها في الصينيه، راه ما غاديش نقليه في الزيت، غادي نديروه في الفران. غير بحال هكا تبعوه كامل تتعمروه، تبقاو غير تعمروه وتحطو. وبعدوه شوية على بعضياتو باش ما يتلاصق لكمش، على حقاش راه غادي يخمر عادي. هي بحال هكا خوتاتي، هذيك النكهه ديال الفلفل راه كتجي زوينه. هانتو غير بحال هكا تلويو وتحطو، تلويو تتهاليو ونعاودو نتلاقاو باش ما نطولش عليكم فيديو. هانتوما خوتاتي غادي ندهنهم بالبيض، هاني درت هنا حبه ديال البيض كامله، ودرت فيها غير واحد النقيطه نتاع الخل غير باش تحيد هذيك النكهه ديال البيض. هانتوما كما تشوفون دهنهم مزيان، راني ما درتش غير الصفر، درت البيضه كامله. هانتوما هي بحال هكا تنسالي ونعاودو نتلاقاو. هانتوما خواتاتي هنا غادي ندير له واحد الرشيشه نتاع الجنجلان غير خفيفه ديال السمسم، هانتوما ما غاديش نكثر له، وانتوما داكشي اختياري بغيتو ديروه ديروه، ما ديروش ماشي مشكل، لحقاش هذاك اللي كيكون معمر ماشي واخا ما درتوش ماشي مشكل، ملي يكون خاوي بصح. هانتوما غير الشا خفيفه بحال هكا، وغادي ندخلو الفران ونعاودو نتلاقاو.
اخواتي فين صوبتو كما تشوفوا، راني درت جوج ديال الصواني، ها نتوما تشوفوا الخيط تبارك الله. ودابا غادي نحطو يرتاح شويه، اي واحد شويه يرتاح، وغادي ندهنو بالبيض وندخلو الفران ونعاودو نتلاقاو. نخليه باش ديك الخميره شويه تطلع، يجي طالع ملي ديروه في الفران غادي يزيد يطلع. راهو خو ما خمرتوهش مع ديك الخميره اللي فيه، غير دخلو الفران كيتبوق يجي طالع كيجي زوين. ونعاودو نتلاقاو اخواتاتي. هي الصينيه الاولى اللي طيبتها، ها نتوما تشوفوه هو عاد سخون، ها نتوما ما كيجي واحد المسمن اللي هو زوين. وغادي نخلي ان شاء الله يبرد. هذه هي الصينيه الاولى، والجوجه راه على الطيب، وغادي نعاودو ان شاء الله نتلاقاو. ها نتوما اخواتاتي، ها الملاوي ديالي هما هادو، شوفوا تبارك الله كيجي داير، يجي مقرمل وكيجي زوين ويجي بنين. ونتمنى تجربوه ان شاء الله، ونتمنى يعجبكم، وغير جربوه راه غادي يعجبكم. وراكم تشوفوا قويبسه ديال الحوت، تغديو بها ولادكم كاملين تبارك الله، واحد المسمن اللي هو زوين مقرمل. ونتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ديروا ابوني باش يوصلكم الجديد. ومرحبا بالناس اللي جاوني جداد، ومرحبا بكم كاملين، وشكرا عليكم، وبالسلامه عليكم، وخليتكم على خير ان شاء الله. وديروا لنا شي بصيمه فضلا ليس امرا.